الذهبية في مساء هذا اليوم. سحب هي من انتزعت الشلفة الذهبية، وفي هذه اللحظات يظهر سعادة الشيخ حمد بن جاسم بن فيصل آل ثاني رئيس اللجنة المنظمة لسباقات الهجن، وأيضا عبد الله للشيخ الكواري نائب رئيس اللجنة، ومبارك بن محمد بن بادي وحمد بن مبارك الشهواني أعضاء اللجنة المنظمة لسباقات الهجن، فلهم منا جزيل الشكر والتقدير. في هذه اللحظات مضمر سحب محمد بن خالد العطية بانتظار وصول مضمر سحب، مضمر المشاغب من قاد سحب في الشوط الأول الرئيسي المفتوح. هذا هو محمد بن خالد العطية يتسلم الشلفة الفضية في مساء هذا اليوم من سعادة الشيخ حمد بن جاسم بن فيصل آل ثاني رئيس اللجنة المنظمة لسباقات الهجن. المضمر المشاغب محمد بن خالد العطية قدم سحب في مساء هذا اليوم في الشوط الأول الرئيسي، الشوط المفتوح للثنايا البكار، أقوى أشواط الثنايا في مساء هذا اليوم وفي مهرجان المؤسس ثنايا هجن أصحاب السمو الشيوخ. إذن المضمر المشاغب وأبنائه وأنجاله، وكذلك استطاع محمد بن خالد العطية أن ينتزع الخنجر الفضي مع المطلع، المطلع مملوك للهجن الشحانية، وخنجر في مساء هذا اليوم مع المضمر المشاغب لهجن الشحانية وشلفة ذهبية. تهانينا وناموس للمضمر المشاغب محمد بن خالد العطية وللطاقم المساعد محمد بن فاتوح المتواجدين أيضا مع المضمر المشاغب والمساعدين، هناك كابتن وهناك مساعد كابتن. تهاني للمشاغب لك ولأبنائك ولطاقم العمل، الطاقم الموفق في مساء هذا اليوم بالأشواط بشلفة وبخنجر فضي. الآن المضمر الذهبي سالب من قدم الباز في الشوط المفتوح واستطاع أن ينتزع المركز الأول، وهو صاحب أفضل توقيت في مساء هذا اليوم حتى الآن. الباز هو من استطاع أن ينتزع الخنجر الذهبي للثنايا القعدان الشوط المفتوح، وذكرنا بأن الباز ينحدر من سلالة الباز المملوك لهجن وإنتاج أم الزبار. تهانينا وناموس أيضا زمول أم الزبار اليوم تتميز بالإنتاج إنتاجها في مساء هذا اليوم. أيضا سالب بن فاران استطاع مع ند أن يختطف الشلفة الفضية في مساء